كيحس براسك مصدومه فيا الحريق بزاف داتي كامله. السلام عليكم. بزاف بزاف عندي الحريق العافيه ديك اللحم ديالي كلها تتحرقني دابا حاليا. خصني نعس غير على كرشي والطبيب قال لي خصكي تخلفي شويه ضروري، واحد جوج خلفات ولا ثلاثه ضروري. تنعيا ما ندير المجهود وتنعيا وتنخاف. تيجيني الخوف بزاف، تيجيني في الليل الخوف. دابا شويه عليك شوفي الشعب اللي تابع حسب الحضره هادشي اللي وقع. تحكرت في صدرنا ما تبكيش ابني في صدر دمي تحكرت تحكرت كانوا تيعيطوا لي تيهدوني دائما بحسب باش يوصلوا معايا بحال هكا. كنت نقول غير تيقول لي في التليفون هكاك صافي. انا حاجه وحده راجي تشد الاذن مع عند امي عجينا ما راهوش البزوله الله اعلم. تنبكي على راجلي مظلوم هو اللي عندي في هذه الدنيا كامله، ولا داو لي راجلي نقدر نموت انا. كذبوا لي على راجلي من حيث انا كوكان راجلي معايا كاع ما ناكل الطاق. عارفه هذيك وكان راجلي جا دخل ما غناكلش كاع الطاق لا انا لا بنتي. عارفه غيدير مجهود ولكن ما يمكنش راجلي كاين وانا راجل تيضربني ما يمكنش. هذه ما عمرها تكون. راجلي لا كان ما يخليش راجل يضربني عين يدير مجهوده كامل. شنو تقولي لهم شنو تقولي لهم؟ تنقول لهم الله فوق منكم ان بهدلوني وظلموني وخلاو لي وجهي تتمرمد في الارض انا وراجلي ونسابي. هيا جينا عند الجده ديالي باش نزوروها انا وماما وبا والاخ ديالي في عمره 12 عام والابن الاخ ديالي عنده عامين. وصلنا عند الجده ديالي مع 12 ونص ديال النهار على اساس غادي نديوها للطبيب. قالنا بالاب ديالي دخلوا لبسوها عليها نديوها للطبيب عاد نجيو نجلسوا. مع داك 12 ونص على ما سلمنا على الجده ديالي وهضرنا معاها شويه وكنا لنمشيو للطبيب عاد نرجعوا نجلسوا للدار. حتى كيتصل الاب ديالي في التليفون قالنا راه شاف واحد داك الاطراف الثانيه جاوا بالسياره ديالو. قالنا شدوا الباب انا غادي نحيد با ديالي هبط عند الدرك الملكي تحيه كبيره ليلو اللي وقف معنا بجداره واستحقاق. واحد شويه حتى كنشوفوهم هجموا علينا بطلع السي والكلام الساقط. انا حفش دينا الباب انا خديت التليفون وبقيت كنصورهم هما كيهجموا علينا هكذا بداك الطريقه بالعواد وداك الشيء وكيسبونا وداك الشيء. بقينا كنتصلوا بالاب ديالي كنقول له اعتقنا راه هاد الناس هجموا علينا. واحد شويه حتى كنحسوا انهم كيهرسوا القصدير عزيزه عند الضرب القصدير مضاليه بداو كيهرسوا القصدير. صافي انا صورت غير واحد جوج ثواني ولا ثلاثه كيهرسوا القصدير وخبعت التليفون يعني خبعته مزيان في حوايجي. وكانوا عندي جوج هواتف اخرين واحد الام ديالي واحد ديالي كانوا عندي في الجيب والتليفون الثالث ديال التصوير ديال القناه الام ديالي اللي خبعته اللي كان فيه التصوير. هما فاش ضربوني تهجموا عليا باربعه بهم ضربوني خداو هذوك الهواتف غير اللي كنهضروا فيهم عادي ماشي ديال التصوير. التصوير كان عندي مخبع يعني هذاك هو الهاتف اللي كان عندنا فيه. شكون بالضبط اللي كيضربك انت في الارض؟ المهم ثلاثة د البنات وهذا والاخر اللي في السجن بربعة بيه. بقاو كيضربوني حيت انا فاش كان عندي التليفون مخبع هنا بقيت عاملة هكذا وبقاو كيضربوني عند الظهر ديالي ويدي ورجلي في العصي ومع السب والقذف وضربوا لي راسي مع الباب ديال الحديد هكذا. عاد مشاو عند الام ديالك؟ اه عاد وعاد كان طرف اخر كيضرب ماما حيت ماما فتحت الباب وهربات للزنقة. كان كيضرب حتى الناس انا بقيت لداخل انا وجدات. ملي سالو مع الضرب فيا عاوتاني داو التليفونات وخرجوا. جداتك فاش ضربوهم؟ جداتي مسكينه كانت كطيح عليا ما كتبغيهمش يضربوني كانت كتغطي عليا هكذا. كانوا كيهزوها فوق مني وكيدفعوها هكا ماشي يضربوها بالعصي كانوا غير كيمرمدوها باش يجي فيا الدق. ان
هذا الشيء اللي وقع. قبل اجي في الاول كسمتي الدقه عرفتيهم ان شكون اللي جا ولا غير حسبكم شي شفاره ولا شو؟ لا عرفتهم حيت عزيزه عندها الشباك ديال الباب كيبين كل شيء، ما عندهاش الجاج غير الشباك ديال الحديد، وانا بقيت كنصورهم هكذا كاملين بهم عندي في التصوير كاملين مقبوطين. ضربوكم وخرجوا؟ ضربونا وخرجوا وكملوا على ماما داك البنات اللي ضربوني وداك الشيء، وداو لها الفولار ديالها من راسها حتى قطعوا لها عنقها هنايا بهاد الشوكه اللي كتكون عندنا هنا، ومشاو هربوا. شكون جا ديك الساعات؟ جات الاخت الام ديالي الصغيره هي اللي جابت الطاكسي، والتحقنا بالدرك الملكي، كان الاب ديالي والاخ ديالي تما كيستناونا عند الدرك الملكي، داروا لنا معاينه وطلبوا منا نلتحقوا بالطبيب باش نعملوا شهاده طبيه، ومشينا للطبيب ديال الدوله كنظن كوكارمي، ما بقيتش عاقله على السميه ديال الطبيب الدار ولا دهار المهرز ولا شنو، ما قبلوناش الحاله ديالنا، عاوتاني صيفطونا لطبيب اخر، وانا حيت سخفت نبا وتخلع عليا هزنا للكلينيك نيشان. سمعنا في الكلينيك انا كنتي احسن تغي على كرشي. حيت انا عندي عمليه قديمه في ظهري، وداك الضرب اللي ضربوني ليلا هنايا نعنقي، ديك العريقه القاقين اللي عندنا في الظهر ديالنا تقاصوا لي وبقاو كيسيلوا الدم من داخل، ومن بعد ما عملوا لي سكانيرات وداك الشيء الطبيب عطاني واحد ثلاثه د ليباري باش يهبط لي داك النفخ غادي يتاكد شنو غيقدر يعمل، وانا ما قدرتش نعملهم حيت خصني الراحه التامه فاش نعمل داك الليباري، وبقى كيعطيني غير الدواء كيهدل لي هذا الشيء، ولا ما نمشي للدار ديالي ان شاء الله عاد نقدر نستعمل داك الليباري عاد نكمل الحاله ديالي معك. كيفاش كانت الحاله ديالك؟ حاله الام ديالي كانت حاله يعني مزريه بزاف، وهانتوما كتشوفوها باقي الحاله النفسيه ديالها هي يعني النعاس كتنعس غير بالدواء، الدواء النعاس، اما ملي كتشد عينه مسكينه راه كتخلع وتبقى تغوت، بحال دابا الحاجه الا تشعطات ولا الباب كتخاف كيحسبها هما غادي يرجعوا يهجموا عليها. الميمه ديالك ديك الساعات فاش كانوا كيدفعوها تقاصات الضربات شنو؟ مي زهره، مي زهره، مي زهره يعني نتفوها من شعره هكذا، وحده فيهم نتفاتها من شعره وجبداتها، واحد الشخص اخر ملي حتى عزيزه مسكينه قبطات فيها هكا، ركلها هنايا برجلو الكتف ديالها، راه درنا لها سكانير وكاين كلشي باش تطلق منا الجده ديالي. سمعنا ما كانت ناسه في الكلينيك دارت العمليه الاولى والثانيه. كانت عملت العمليه الاولى والثانيه، حيت هاد العصب هادو اللي عندنا هنا تقطعوا له العصيبه الصبيع ديالها تقطعوا له، وزادوا ثبتوا له الحديد ما نجح لشي اول مره كيف ما كتشوفها، هو الحديد في الصبيع ديالها وزادوا ثبتوه له. وقعتوا شي حسيتوا بالحكره؟ لان شفت الوالد ديالك كيبكي وشفت بزاف ديال الاشياء. اكيد اخي الاب ديالي ما عنده حتى شي واحد من غيرنا، حنا خمسه د البنات وحنا هما العينين ديالو، هو باش كيتنفس وحنا كذلك، حنا با عمره ما خلى حتى الدبانه تنزل علينا، حتى فجاه كيشوف بنته ومراته تكرفسوا عليهم الناس. وبالنسبه للناس اللي كيقولوا با سمح فينا كنتضربوا وهرب، با ماشي هرب ولكن كان معاه كيف ما قلت لكم خاي، وكان معاه منصف الابن الاخت ديالي عنده عامين، يعني باكو كان جا باش يعتقنا حتى دوك الوليدات كان يقدر يوقع فيهم شي حاجه او لا يضربوهم او لا يتكربصوا، با يعني فضل انه يلتجا عند الدرك الملكي باش ما توقعش فوضى اكثر من هذا. هذا مشكل ديال العائله، واش كان ممكن انه يتحل بغير الطريقه هذه؟ شوف اخويا احنا النيه ديالنا كانت هي هذه، وحنا عندنا مكالمه اتصلنا بالجده ديالي والاب ديالي طلب ان تكون الخاله ديالي، راه باينه في مواقع التواصل الاجتماعي، وحبيبي كامل راه هو حتى قال لها مي زهره نجلسوا نهضروا مع خالتي بديعه وحبيبي كامل، وان شاء الله يكون خير عاد نتواصلوا مع الطرف اخر، ولكن الطرف اخر فضل انه يعمل هذه الفوضى وهذا انه لا حول ولا قوة الا بالله. اش كتهضري انت مازال مصدومة؟ مازال اكيد اخي ما كنبغيش نجبدهم ولا نتفكر الاسماء ديالهم ولا حتى شي حاجة، حيت هادشي هذا انتوما ماما مضروبين ما حتى حاجة وتأثرتوا، ما بالك حنايا اللي واكلين العصا وباقيين زايدين طاغيين وباقيين كيهضروا علينا، كنقول حسبي الله ونعم الوكيل. هادشي شفنا انكم تضربتي وانا حتى الاب ديالك تعرض للتهم حتى هو. اكيد هادشي اللي بقى فينا بزاف، يعني الاب ديالي ما كاينش وكاين دلائل ان با ما كانش، وعندي يعني الفيديوهات اللي صورت انا بالتاريخ ان ديك السيده اللي كتقول با ضربه هي هجمات علينا وكاينه في الفيديوهات، ومنزلين تهمه على الاب ديالي انه كان، كنقول له حسبي الله ونعم الوكيل. هادشي اللي كنقول. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.